بسم الله الرحمن الرحيم هديه صلى الله عليه وسلم في ذكري تغن وحقدي لقى بيمري هدي ناق ديل حيغ وراه حل ديتر دوية بيمري موخ الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل اشت ورونا ناخن يقع أقرى جو ديل حيغ وشارخ بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه تون شادق قمال درق تون حديش تون قمال ديل حي غور بي قتعام داتر تون وما والا ديل حي غور بي قمال داتر تون يا ديل ريز وش الله ديش تون هما بي حق ديش واتر إز وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله إذا استيقظ من النوم إشت ورون بيمرا شاويجن چير سمعج ديل حقوش وإذا استفتح الصلاة لا مش دعدو الله شقينه ديل حواشوري وإذا خرج من بيته وإذا خرج من بيته شات إين تين وشور أرو شقينه ديل حواشوري وإذا دخل المسجد ما يجيك شوول شقين ديل حواشوري وفي الصباح والمساء عورين سورين ديل حواشوري وعند لبس الثوب بدرش تيوخ شخينها ديل حقورتو وإذا دخل المنزل أو خرج منه هات أه شات أوخ شخين شووخ شخين ديل حقورتو أروخ شخين ديل حقورتو وعند دخول الخلاء شي حشت قوش دويت شخينها ديل حيغوه شووخ شخين ديل حقورتو وقبل الوضوء وبعده لامز إيس دعوولوش شخينا لامز إيه تويل شخين ديل حقوش وريز وإذا سمع الأذان أذان خيش شخينها ديل حقوش وري وعند رؤية الهلال كل بوت حقيه تشاء ديل حقوش وريزة وقبل الأكل وبعده إشتا يأم يألي ديل حقورتو يأم يأنوال شوطع ديل حقورتو وعند العطاس شا حرشم تياخ شغينها ديل حقوش وريزة صلى الله عليه وسلم مصوش حولها الله حيغوش ذكر ديش ورخ بيمروي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.